إذا تم طلاق الزوجة أمام أحد الحكومات الغربية بالأوراق فقط دون الطلاق الشرعي وهو ما يسمى عندهم بالطلاق المدني، يقول هل يقع الطلاق شرعيا؟ نعم، إذا تلفظ بالطلاق وقع، إذا تلفظ به أو كتبه فإنه يقع. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إلا إذا كان مكرها، إذا كان مكرها على الطلاق فلا يقع، لا طلاق في إغلاق. نعم.